بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. ردا على ما تقوم به عصابات الأسد المجرمة من استهداف لأهلنا الأبرياء في مدننا وقرانا المظلومة، تقوم إحدى مجموعات طيور الأبابيل العاملة على تراب سوريا الأبية باستهداف معاقل الشبيحة النصيرية في قرية الغاصبية العلوية. الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بنصه